السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله راكم صافا، ان شاء الله راكم لاح. اليوم مع موضوع جديد بالنسبه لي باراميديكو، راح نشوفوا كيف واحده من اعظم المضخات في العالم. قبل ما نبداو، فضلا وليس امرا، ولا عجبكم المحتوى اكيد جام وبرطاج لقناه باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركه الله. يعتبر القلب العضو الاساسي في الجهاز الدوراني، حيث يقوم بضخ الدم الى جميع اعضاء الجسم عن طريق الانقباض بشكل منتظم لضخ الدم وتوزيعه في الجسم خلال الاوعيه الدمويه. يتكون القلب من اربع حجرات تعمل بتعاون فيما بينها. الحجرات التي تقع في الجهه اليمنى تحتوي على الدم الغير صافي والغير مؤكسج، معناتها ما كانش فيه الاكسجين. بالنسبه للجهه اليسرى راح يكون فيها الدم النظيف واللي فيه الاكسجين. موضوع اليوم راح يكون موضوع مهم بزاف، راح نحاول معكم نلخصه قدر المستطاع من خلال عرض فيديوهات تشمل المعلومات المهمه فقط، مع الشرح الوفي للدروس. اكيد مع فهمكم للدرس في القسم هو الحاجه الاساسيه، هو الحاجه الاولى قبل كلش. القلب عباره عن مضخه قوم، عضو عضلي بحجم قبضة اليد، يقع في منتصف الصدر، يميل قليلا للجهة اليسرى. القلب مقسوم إلى جهتين، جهة يسرى وجهة يمنى. هذا التقسيم اللي يخلي القلب يمنع اختلاط الدم الغني بالأكسجين مع الدم الفقير من الأكسجين. القلب وجهاز الأوعية الدموية مع بعضهم يشكلوا الجهاز القلبي الرئوي، سيستم كارديوفاسكولار، الذي يوزع الدم والأكسجين على جميع أنحاء الجسم المختلفة. القلب يضخ حوالي 5 لترات من الدم في الدقيقة، ينبض حوالي 100,000 نبضة في اليوم، ما يعادل 35 مليون نبضة في السنة. الدم الفقير من الأكسجين هو الدم الأزرق، يرجع للقلب بعد ما يفوت على كامل الجسم. الجهة اليمنى من القلب تتكون من اللوذين الأيمن والبطين الأيمن، تجمع وتضخ الدم إلى الرئتين عبر الشرايين الرئوية. بعدها تقوم الرئتان بتحميل هذا الدم بالأكسجين، سمت عمره أكسجين، يتحول لونه الى احمر. بعدها يدخل الدم الغني بالاكسجين اللي هو الاحمر الى الجهه اليسرى من القلب، من القلب التي تتكون من الاذين الايسر والبطين الايسر. يتم ضخ هذا الدم عن طريق الشريان الابهر الى جميع اعضاء وانسجه الجسم. كاين ربع صمامات في القلب لتحافظ على تدفق الدم في الاتجاه الصحيح. واحد صمام ثلاثي اشرف، اثنين صمام مترالي، ثلاثة صمام رئوي، وربعة الصمام الأبهري. تخدم هذه الصمامات خدمة الباب في الجدار، تفتح في اتجاه واحد خلال تدفق الدم فيها. كل صمام يفتح ويسكر مرة واحدة في كل نبضة، لما يقارب مرة واحدة في الثانية. القلب كينبض يسرى انقباض، بعدها تمدد. الانقباض نسموه سيستوليك، والتمدد نسموه دياستوليك. الى عملية الانقباض راح يتخلص البطينان اللي تخلي الدم يخرج منهم باتجاه الاوعية الدموية. هذه الاخيرة الاوعية الدموية اللي راح تخلي ولا راح توزع الدم الى رئتين وعلى الجسم. البطين الايمن يتقلص قبل الايسر بقليل، عندها يتمدد البطينان خلال مرحلة التمدد ويتعمروا بالدم الذي يتدفق من الاذنين، وعندها تبدأ الدورة من جديد. لما ننساو بلي القلب كذلك يحتاج لتزود بالدم. الأوعية الدموية التي تسمى الشرايين التاجية نلقاوها على سطح القلب، تتفرع إلى أوعية دموية أصغر هي اللي رايحة تغذي القلب. كاين شبكة من المواصلات الكهربائية في القلب اللي رايحة تخليه يواصل النبض نتاعو. تبدأ في أعلى الأذين الأيمن وتمر في مسارات خاصة إلى البطينين، به توصل إشارة للقلب ويبدأ عملية النبض. جهاز توصيل الكهرباء يحافظ على استمرار القلب بالنبض بتناسق ووتيرة سليمة، مما يجعل تدفق بشكل صحيح. وهذه العملية تبديل الدم الفقير الأكسجين بالدم غني الأكسجين هي اللي راح تخلينا على قيد الحياة. وصلنا لنهاية الموضوع، إن شاء الله يكون عجبكم. انتظرونا في المواضيع القادمة إن شاء الله. نعتذر منكم من الموسيقى اللي كان صوتها شوية عالي.
نشكر جميع اللي ساهموا معنا في قناة باراميديكال ديزابتوب، وأي سؤال أي موضوع خلونا في التعليقات، والإجابة راح تكون في القريب العاجل إن شاء الله. تهلاو في روحكم، سلام.